قال الرب يسوع: مثل ملكوت الله كمثل رجل يلقي في الأرض زرعا وينام ويقوم ليلا ونهارا، والزرع ينبت ويعلو وهو لا يدري، لأن الأرض من ذاتها تعطي ثمرا، فتنبت العشب أولا ثم السنبل ثم القمح ملء السنبل، ومتى نضج الثمر يرسل الزارع في الحال من جله، لأن الحصاد قد حان. حقا والأمان لجميعكم. الله معكم أحبائي بهالأسبوع الخامس من زمن الصليب. دايما زمن الصليب هو اللي فيه نتعلم أكتر وأكتر الانتظار المقدس والانتظار بشوق، لأنه دايما صليب بيرمز لنا يلي دايما بنعرف أنه أيضا يأتي بمجد عظيم بإعلان الإيمان ليدين الأحياء والأموات. هالعلامة، علامة الصليب اللي هي العلامة الخارجية للإنسان المسيحي، بس أيضا هي علامة الانتصار، الانتصار بنهاية الحياة. إنجيل اليوم يلي عم نسمعه حلو كتير، مع كل زغره بيقلنا الرب هيدا المثل هو مثل ملكوت الله، مثل الرجال عم يلقي زرع. كتير واضح إنجيل اليوم، هالشخص يلقي زرعا في الأرض، ينام يقوم وينبت الزرع بيقلنا، بس الحلو لما بيقلنا وهو لا يدري لأن الأرض من ذاتها تعطي ثمرا، وبيتابع بيقول فتنبت العشب أولا. هو ما زرع عشب، هو زرع بذر العشب أولا ثم السنبل ثم القمح ملء السنبل. هو زرع القمح، بذر القمح، بس بالأرض في شيء لوحده بيقول لأن الأرض من ذاتها تعطي ثمرا. إذن العشب هو مش زرع الرب، وأكيد هون في رمزية لخبرية العشب والقمح. العشب يلي نحن موجودين بقلب عالم الأرض، واللي فينا كتير من الأشياء الموجودة بعالم الأرض مثل العشب، أكين الإغواءات الموجودة على هالأرض، أكين كل الأمور اللي بتوجهنا من طبيعة الأرض، المرض، الألم، العطش، الحرب، المال، الغنى، هودي كلهم سوا العشب الموجودين. ينام ويقوم ويلاقي هالأشياء موجودة، بس الرب بذر قمحا. وهيدا القمح بيقلنا إنجيل اليوم بينما، بينما مع هالأشياء الموجودة بقلب هيدا الدنيا إلى أن يتم يوم الحصاد. بالمقابل رسالة اليوم حلوة كتير يلي بتتوافق مع إنجيل اليوم، واللي بيقلنا ببدايتها القديس بولس: فلنحسبن أنفسنا خدام للمسيح ووكلاء على أسرار الله. على أسرار الله وكلاء، مش على العشب، ووكلاء على أسرار الله. بتابع بقول: وكل شيء مطلوب من الوكلاء أن يكون كل واحد منهم أمينا. هيك بتبتدي رسالة اليوم، أن يكون كل واحد منهم أمينا. أمينا على شو؟ مش على العشب، أمينا على القمح، على أسرار الله، على هيدا النمو يلي نحن مدعوين لأنه نكون عم يكبر فينا، بغض النظر عن أنه العشب موجود، لأن الأرض من ذاتها تعطي ثمرا. ما فينا نقول طيب ليش هودي موجودين، ليش المرض موجود، ليش الحرب موجود، ليش ليش ليش، لأن الأرض من ذاتها تعطي ثمرا. بس الشاطر هو اللي بيعرف أنه الزرع اللي زرعه الرب مش هاو، هو زرع القمح، زرع أسرار الله، زرع النعمة، زرع البركة، زرع تنعرف نميز نحن شو نخلي ينمي فينا، شو نخلي يكبر فينا إلى يوم الحصاد. هيك بيبتدي إنجيله يشبه ملكوت الله. إذا ملكوت الله هو كل حدا منا عم بيعرف يقدر برغم العشب الموجود بقلب الأرض، كل الغوى أو الإغواء الموجود بقلب عالم الأرض، إنه ضلني هالقد أنا متمسك بالأساس، متمسك بالقمح، متمسك بنعمة ربنا،
متمسك بحضوره، بكلمته، بالاصغاء لكلمته، بتعليمه، بالاتكال عليه، بارادته، بمشيئته يلي بصليها دائما بالابانه، ويلي بتنمى فيني وبتخليني افهم كل شيء عم يقطع معي بمسيرتي وبحياتي على الارض. لما انا هالقد بكون امين، كل ما يطلب من الوكلاء ان يكون كل واحد منهم امينا. هيدي الامانه يلي مدعوين نحافظ على هالنبتة، هالزرع يلي ربنا زرعه بقلب كل حدا منا يوم اللي خلقه. من هيك الإنسان وكل إنسان بيصير قديس يوم يلي بيعرف هالقد يكون أمين على هالزرع، زرع ربنا لإله. وعلى قد ما الرب عطاه بيقدر إنه يعرف يكون أمين بغض النظر عن قديش. من هيك يا أحبائي، أنا وإنتو مدعوين بقلب زمن الصليب اللي هو الانتظار المقدس لنهاية حياتنا ونهاية الدنيا، إنه نعرف نكون أمناء. هيدي وكلاء، نحن أجسادنا وحياتنا مش لإلنا، بقلنا نحن وكلاء. وبتعرف شو معناتها وكيل؟ معناتها هيدا مش لإلي، أنا علي يكون وكيل أمين على نعمة الله اللي عطاني إياها. كل شيء بيبقى بالأرض، العشب بيبقى بالأرض، بس القمح يلي يحصد إلى ملكوت الله. نيالنا إذا عرفنا بمسيرة حياتنا دخلنا بمنطق الله وقدرنا نكون هالأمناء على حضوره فينا، على مشيئته، ما نلتهي بأسئلة كثيرة، أسئلة ما بتدل عن فهم لإلنا لحضور الله اللي فينا. ليش أنا مرضت؟ ليش أنا عم بتألم؟ ليش في حرب؟ ليش ليش ليش؟ لأن الأرض من ذاتها تعطي ثمرا. ولا مرة بالأرض ما في حروب، ما في وجع، ما في ألم، ما انسب هالاشياء. وأكبر خطأ أنه انسب هالاشياء لله، لأن الرب أعطى زرعا لم يعطي عشبا، إنما الأرض تعطي من ذاتها ثمرا. كثير مهم نعرف نتأمل بعمق بكلمة ربنا حتى نقدر نميز هالكلمة ونعرف أنه الرب يلي بيعطينا إياه دائما خير، وعلينا نكون أمناء على هذا الخير يلي وجدوا فينا الرب حتى نكون مستعدين إلى يوم الحصاد. أمين.